القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. الفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تراجعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الصفقة التي أوقف الأسرى إضرابهم بموجبها، خصوصا البند المتعلق بزيارة أسرى غزة. عندما نحن نبدأ بأنفسنا يتضامن معنا جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم. إن كنا نحن نائمين عن هذه القضية فمن يصحو لنا؟ لابد أن يعني نحن ننبش في الصخر لحرية هؤلاء الأسرى. إن كنا نحن نرتكن على الدول الأجنبية والعربية والإسلامية لتفعيل قضية الأسرى فهذا لا يعني يجد حلاً، أو هذا لا يجد أثر على الأسرى في داخل السجون. من جانب آخر تنسم الأسير محمود السرسك عبير الحرية بعد أن أمضى أكثر من 3 أشهر في إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه. المحرر السرسك وصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون إيرز، ومن ثم نقل إلى مجمع الشفاء الطبي لإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل أن يصل إلى محافظة رفح حيث يسكن. هذا يوم عظيم، يوم انتصار لمحمود السرسك، يوم انتصار للحركة الأسيرة، انتصار لشعبنا الفلسطيني. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في القريب العاجل بالإفراج عن كل أسرانا البواسل. هذا نصر كبير بإذن الله يسجله شعبنا الفلسطيني، وقريبا إن شاء الله سنحتفل بالنصر الأكبر عندما يزول هذا الكيان ويخرج كل أسرانا البواسل ويزول هذا الاحتلال بإذن الله. ذو المحرر السرسك بدوا في فرحة كبيرة بعد الإفراج عن ابنهم الذي كاد أن يفارق الحياة جراء إصراره على المضي قدما في أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، بينما احتشدت الجماهير لاستقباله ابتهاجا بما وصف بالنصر الكبير لإرادة الأسرى. وزعت الحلوى وعلت الزغاريد. اليوم هاي أكبر من يوم عيد، العيد ولا حاجة بالنسبة لليوم هذا. الحمد لله محبوب بيننا ومبسوطين فيه وفرحانين. الحمد لله هاي إن شاء الله بطلع بالسلام، ما في منه إشي، كلنا فرحين ومبسوطين. يا رب كل الأسرة هيك. والله هذا اليوم إنه فرحة يعني لا تقدر، يعني كل الدنيا فرحة، يعني فرحة لا يسبق لها مثيل. الإفراج عن الأسير محمود السرسك بعد رحلة قاسية من الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة. محمد الأسطل، غزة، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.